عام التونسي للشغل التنسيقي الوطني التونسي لإطارات وأعوان الصحة. حوارنا مش يكون من بعد بشوية هذا الانترفيو اللي خصصناه لليوم في قطاع الصحة. أما اليوم مش يكون حديثي حول معتمدية بوحجلة، زعما نفرح وإلا لا، ويقولوا لي سي بون قاعدة تكمل الأشغال متاع مستشفى بوحجلة، كملت أشغال مستشفى بوحجلة، قانوننا 60 يوم وقالنا المقاول لبس 60 يوم وتكمل الخدمة الكل. هذا وأكثر مش يكون تحقيقنا اليوم مع حبيب الغذاوي زميلنا في بوحجلة. زوم سانتي. سي الحبيب أهلا وسهلا. صباح النور خويا الحيم، صباح النور جميع مستمعين حياة أفيام. صباح الصحة. قل لي حضرشي مستشفى بوحجلة؟ مستشفى بوحجلة نرجع لكم ناظر متاع المستشفى خويا الزميل الحيم وقت اللي قال لو مستشفى بوحجلة لو ما يحضرش حتى على 20 سنة في المداخلة متاعه المرة فاتت. صحيح في المداخلة متاعه قلت له انت اخويا نشوفه نعطوا امل، قال لك راه ما ثمش امل بالنسبه لبوحجله، مستشفى بوحجله راه مش يكون حاضر. مشيت فكري شويه على عين المكان وعينت وعملت تصاور. هي لقيتش المقاول؟ لقيت المقاول ولا ما ثمش مقاول؟ فما زوز يخدموا في الجبس. قلت لهم وين المقاول؟ قال لك المقاول جبنا نهار السبت نسكروا في الحفره هكا يرقعوا في حيط هكا. ما فهمتش، عاود فسر لي الحبيب، عاود فسر لي. خلينا نفهم حاجه نقطه يا حبيب. جمعتين التالي، ثلاثه جمعات التالي كنا دخلنا وقالوا في ظرف 60 يوم تعهد المقاول انه باش يمدنا مستشفى بوحجله كامل وينتهي الاشغال في ظرف 60 يوم. جيش المقاول على الاقل؟ ما جيش لا مقاول، مثلا لا مقاول لا سونسير لا الجروب نتاع الضوء اللي حكى عليهم سي رضوان بالحاج الكاري نتاع المدير اداره التجهيز. ما صار منه شيء؟ ما صار منه حتى شيء وما ثم حتى جديد بالنسبة لمستشفى بوحجلة. نحكيو على عندنا ثلاثة جمعات شيء ما عندنا حتى. مش ثلاثة جمعات سير حايم، نحن من 31 جانفيس عندنا شهرين ونص. نورمالمون اليوم نمشي نشوفوا نعينوا نهاية الأشغال. عندنا شهرين ونص من اللي حكينا في الموضوع هذا. نعاود نذكركم كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام باش تلقاو فيديو حصريا على راديو الحياة فام. الفيديو هذا كنا خذيناه ل 11 غير ربع هكا ولا؟ ل 11 غير ربع. ما ثم حد ما عرضك حتى كان زوز خدامة لبرا فما قلت له حفرة جوست يسدوا فيها هكا هو زوز خدامة هكا هو. وقال لك المقاول جاء نهار السبت وخرج جي مش كامل الأشغال نتاعو. قالوا ما نعرفوش. جاء وحده ومشى؟ جاء وحده ومشى. لاسانسور شيء؟ لا لاسانسور صورت زاد لاسانسور فما تصور موجودين نتاع لاسانسور ما ثمش اسانسور. الجروب نتاع الضوء زاد ما ثمش جروب نتاع الضوء. اللي حكى عليه المدير الكاهن نتاع مدير الجهه والمرفات والاستئناف والاشغال والحكايه كل ما ثم منه حد شيء على ارض الواقع. تو اليوم كنا في المستشفى ما ثم منه حد شيء. ماذا يحدث في مستشفى في مشروع تهيئه مستشفى بوحجله؟ هذا سؤال كبير لحبيب. سؤال كبير كبير لانه حيرنا حير الناس مش الكل. مش حير اهالي بوحجله الكل، حير الناس الكل فهمتني. و سير حايم راهو 2020 زاد والي القروان قام بزياره وزاد وعد زاد قال في شهر وقت الكوفيد قال في شهر مش يبدا السبيطار يبدا يخدم. زاد كيف كي زاد اتصلت بناظر المستشفى سي فوزي قال لي راهو صعيب برشا. قال لي راهم اللي يحكوا على الواقع قال لي صعيب. ما نعرفش شنو هي الخلفيات شنو هي المعطل شنو هي حبيب. احنا ما عادش باش نعرفوا ماش باش نطلع الخلفيات وشو اللي معطل اكثر من اللي انا نحن نعرفوا نتيجه انه التوا مازال مستشفى بوحجله ماهوش قاعد يخدم وهذا يمنع ويحد في تقديم خدمات للمستشفى هذا. ونعاود ذكركم راه جاي على طريق وطنيه كبيره وعديد من الولايات المجاوره وليزاكسيدون الكل غادي وهذا راه واقف على 10-5% بريس. كل شيء حاضر عنده مده، كل شيء قاعد موجود وانستالي عنده مده وقاعدين نستناو كل مره يعطيونا في وعد جديد. اغزر شنو نعملوا احنا الحبيب؟ غدوه نحاولوا من شيره اخرى تتصل مره اخرى بالتجهيز او بسيد معتمد الجهه خلي يعطينا التوضيحات يقولنا علاش ما بديش المشروع هذايا. هذا نحضروه الغدوه. متفاهمين حبيب؟ ان شاء الله بقدرة الله. حبيب الغذاوي مراسل الحياة فين في معتمدية بوحجلة كرو ميرسي لتدخلك معنا. خيبة أمل أخرى هذا كنا حابين نبداو بخبر بيه قبل شهر رمضان نقولوا باش يتم الافتتاح ولكن التوا مازلنا باش نستناو احنا وأهالينا في معتمدية بوحجلة. هذا مشروع مرة أخرى حتى رغم الوعود اللي قدموا أنا ما رجعش يخدم على روحه. مكملين معاكم حتى ال 11:30. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فين.